بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع النهاردة بيتلخص في الكاميرا اللي هي خاصة بأحمال الزلازل، تم شطفها من قبل العاملين بشغل الكهرباء، وزي ما احنا شايفين وزير القشرة بتاعت الخرسانة والكنات ظهر موجود عليها. فالموضوع النهاردة هي كيفية علاج هذا الموضوع وترجيع الكاميرا إلى ما كانت عليه، وهنصب إضافة بحيث تكون متماسكة معاه. ملخص الموضوع إن هذا المكان بيتم تنظيفه جيدا بحيث ما يكونش فيه أي مواد عالقة خالص نهائيا، لا تربة ولا كسرات أو جزيئات. ده رقم واحد، احنا هنقول ملخص نظري. رقم اتنين، بنقوم بدهان الجزئية ديت بمونة الأديبولد. البولة دي عبارة عن أديبولد 65 ومية وأسمنت. بنضيف للأسمنت خليط من أديبولد بنسبة 1 عيار وثلاثة عيار من المية، ويتم تزويد كمية من الأسمنت تدريجيا إلى أن نحصل على بولة قوامها غليظ زي العسل النحل. وبنبتدي ندهن هذه الجزئية، ممكن تدهن باليد أو تدهن بفرشة. ده الجزء الأولاني. وقبل ما ينشف عملية الدهان بمونة الأديبول، بيتم تجهيز الخلطة الخرسانية بدل ما بنعجن أو بنخمر بالمية، بنخمر بمخلوط من الأديبول والمية بنسبة 1:6. يبقى المحلول اللي هيستخدم في التخمير هي عبارة عن أديبولد نسبة 1 ومية بنسبة 6. الخلطة عبارة عن 1 عيار أسمنت مع 3 عيار رمل مع 6 عيار سن، ويتم عمل الخلطة جيدة، ويتم تزويد المية المخلوطة بالأديبولد تدريجيا إلى أن نحصل على قوام اللي هو زي قوام الخرسانة اللي بتتصب. وبنبتدي ننفذ هذه العملية. طيب احنا يعني فاصل وبعدين هنرجع نصور الجزء الثاني اثناء تنفيذ العمل. شكرا.